السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كاملين لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم تكونوا مزيانين. اليوم جيت نشارك معكم واحد عيد ميلاد جاره ديالي، وقلت لي مالا بانني نشارك معكم هذا النهار عيد الميلاد الوليد، يعني سنه تاسعه ان شاء الله يا ربي يدخل عليه بالصحه والسلامه، ويكون ان شاء الله يا ربي بر بالوالدين ديالو. ونشارك معكم البوفي كيف كتشوفوا، كاين هنايا قنينطاس، كاين ايلادو، كاين ديسير شوكولا، لي تشيبس، داكشي اللي كيعجب العيال الصغارين، كوجاك، يعني جميع الحاجات اللي كيحماقوا عليها العيال الصغارين كما كتشوفوا. من بعد نعمل معكم الطريقه لي كاب كيك، حتى هو يعني زوقنا على هاد الطريقه هادي. الى دو لي بات والتمر بطبيعه الحال تقاليد مغربيه ديالنا الاصيليه كما العاده اللي ما كنتخلاوش عليه. فلون دي تورون حتى هو، لي تارتوليت، المهم هذا هو البوفي ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. انا نكمل معكم ان شاء الله في باقي الاكلات وداكشي اللي وجدت الام الولد والخاله ديالو بطبيعه الحال. دابا عن سربي والتمر والحليب كما كتشوفوا، كما القاعده ديالنا حنايا ضروري في المغرب، يعني التمر والحليب يعني هما التقاليد ديالنا الاساسيه، يعني ما نقدروش نعملوا شي حاجه الا بي. عندنا هنايا بيتزا، كاين هذا شاورما صغارين، بريوات تاع دود جبال، وهادو قنيطات الحوت، والعصير عندنا هنايا الفينيا، وعندنا الفريزا، كاين هنايا طلال. دابا نقدموا تحليه كذلك ومزال، ومن بعد عاد تشوفوا معنا الطاسه. كاينه هاد كولاكاو كما كتشوفوا. كيف كتشوفوا عاملين هنايا هاد ايلادو، شوف على هاد الشكل هاد. الفرصة لحسب العيد ودي معاهم لعبة وصغار.